احنا اليوم نستضيف نقابة المهندسين في مدينة طول كرم. هاي الاستضافة بتتضمن مجموعة من الخصومات خاصة في نقابة المهندسين ضمن الشراكة اللي حصلت بينه وبين النقابة من ما يقارب سنتين. تم توقيع اتفاقية، هاي الاتفاقية بتعطي مجموعة من التسهيلات لنقابة المهندسين من أجود الأجهزة الكهربائية وأفخم الأدوات المنزلية اللي بتقدمها شركة مسلماني هوم على ماركات عالمية رائدة في هذا المجال، من ضمنها سامسونج، تيفال، بايركس والعديد من الماركات التي تعتبر مجموعة مسلماني وشركة مسلماني هوم الوكيل الحصري لإلها في فلسطين. هاي الفعالية بتتضمن زي ما حكينا خصومات بالإضافة لجوائز وهدايا خاصة في الحضور. شركة مسلماني هوم تلتزم دائما بتقديم التسهيلات المالية لجميع فئات الشعب بالإضافة للحملات، بالإضافة للعروض والخصومات، وذلك ضمن مسؤوليتها الاجتماعية اللي بتلتزم فيها اتجاه الشعب الفلسطيني. شركة مسلماني هوم دائما بتقدم العروض والخصومات والحملات ضمن المواسم وضمن الخصومات اللي بتصير عندنا دائما.